هاي الفيديوهات كنت اعملها معكم من لما كانت بيرلا بلشت تاكل، من لما عمرها 4 شهور لصار عمرها السنة كنت دوما صور لكم وجبات بنتي. بس بعد ما كبرت بيرلا صارت تقدر تاكل من اكل البيت وهيك، فما عاد صورت لكم وجبات البيبي. بس الخبر الحلو انه هاي الفيديوهات رح ترجع على القناة، بما انه كتير عم يجيني طلب عليها وكتير امهات عم بيقولوا لي كنا كتير نستفاد من فيديوهات وجبات البيبي. حتى لو كبرت بنتي ممكن ضل صور لكم هاي الوجبات من شان اطفالكم انتم يستفادوا، بما انه هي فيديوهات مفيدة. اليوم طلعت من كتب وصفات البيبي اللي عندي 4 وصفات لحد 4 وصفات. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه. قبل ما نبلش اشتركوا بقناتي، اعملوا لايك وتابعوني على حسابي الانستغرام والسناب شات. اليوم على الانستغرام خبرتكم خبر كتير حلو اللي فترة مخبيته، غير الخبر الكبير اللي عم نحضره، خبر تاني يعني. روحوا تابعوني هنيك منشان تعرفوا اخر الاخبار، ويلا خلونا نبلش. اول شي رح نبلش بوجبة مناسبة للفطور، رح يلزمنا بس مكونين، شوفان وفراولة. هاي الوصفة بتناسب عمر 8 شهور وفوق بسبب الفراولة. الفراولة خاصة ممكن تعمل حساسية، فلازم تعملوا اختبار حساسية قبل ما تدخلوها على اي طبق. والشوفان بينفع من عمر 6 شهور كمان. صحيح نسيت شغلة، كتير ناس سألوني ليش اغلب وصفات البيبي بتستخدمي فيها الشوفان. هلا رح احكي لكم بعد شوي ليش بنستخدم الشوفان كتير للبيبي. منبلش الوصفة رح حط 5 معالق شوفان، والمي كمية المي اللي رح حطه فيها انتو بتقدروها حسب لتشوفوا استواءه. تقريبا كل معلقة بدها 2 معالق مي. اما بالنسبة ليش بستخدم الشوفان كتير بوجبات البيبي رح قلكن ليش. الشوفان اولا كتير هضمه سهل على معدة البيبي، ثانيا هو كتير غني بالالياف، فاول ما منبلش للبيبي بالاكل كتير اطفال بيعانوا من الامساك، فالشوفان بيحل هاي المشكلة لانه فيه كتير الياف. كمان الشوفان بيساعد على الشبع، بيشبع البيبي وبيفتح له شهيته. واخر شي فيكن تدمجوه مع 1000 نوع فواكه و 1000 نوع خضار وكتير قصص، وبينعمل منه بسكوت وكيك وكتير شغلات، فهذا هو السبب. اوكي سو مثل ما لكم شايفين طلعت عندي الكمية تقريبا 2 وجبة. ما حابة انصحكم للاطفال اللي ما عندهم اسنان هاي المعلقة اللي بتجي هيك سيليكون بتكون احسن شيء. هلا هاي عندي اياها بتقيس الحرارة، شوفوا بس تحطوها بالصحن بيتغير لونها اذا كان الاكل كتير سخن. اوه شوفوا شلون صارت المعلقة بيضة بالكامل، كانت زهري. هاي الوجبة بتناسب عمر 8 شهور، شوفوا القطع فيها لانه كتير خشنة ولانه كتير ناعمة. بس اذا انتو مالكم متعودين تعطوا لطفلكم اكل خشن فيكن تهرسوها على المكسر وبتصير بيوري، بتصير اذا انتو هيك بتحسوا بالامان اكتر فيكن انه تهرسوها يعني. كمان من البهارات الامنة للبيبي بهذا العمر هي القرفة، شوية قرفة. اوه كترنا شوي. فبتحركوا له اياها هيك للقرفه. هلا انا كترت شوي بالغلط لانه ماسك الكاميرا. المهم حابه اقول لكم شغله، شفتوا الفراوله اللي ضفتها، فيكم تغيروا وتضيفوا اي نوع فواكه انتم بتحبوه، المهم يكون بيناسب العمر البيبي تبعكم. من الوصفات يلي مستحيل البيبي ما يحبها حتى الكبار. اوكي سو مثل ما لكم شايفين الوصفات رح تكون مصورة على كذا يوم، كل يوم رح احاول اقدم لكم وصفة ونجرب مع بعض وصفة جديدة. جمعت لكم كتير وصفات للبيبيات خاصة الاطفال اللي رح يتبعوا نفس الطريقة اللي اتبعتها مع بنتي، اللي الاطفال اللي بياكلوا بايديهم. اما اذا ما حبيتوا فيكم نفس الوصفة تهرسوها ما في مشكلة. الوصفة اللي اخترت اعملها معكم اول شي هي اسمها السبانيش اومليت. بتحتاجوا لحتى تعملوها بطاطا مقطعة شرايح تقريبا هيك عرض كل شريحة، وهي كتير كتير سهلة. هلا حتشوفوا فيهم كل العيلة ياكلوها. بتتكون من البيض والبطاطا، فإذا البيبي عندكم ما له مجرب البيض والبطاطا كل واحد لحاله، لازم تجربوا له كل نوع لحاله أول وبعدها بتعملوا له وصفات إنه فيها كذا نوع. المرة الماضية وقت ورجيتكم هي الماكينة اللي جايبتها كلكم قلتوا لي انه لازم تضربيها ضرب لحتى تشتغل منيح، فبالاخير قررت اتركها عندي لانه يعني بتساعد بتقطع. شوفوا البصلة قطعتها بثواني. المهم بعد ما تكونوا قطعتوا البطاطا شرايح بتضيفوا عليها هيك شوية بصلة صغيرة مقطعة ناعم،
وبعدها رح حط معلقتين زيت زيتون ورشيت رشه ملح صغيره، بس اذا انتم عم تعملوها لبيبي تحت عمر السنه ممنوع الملح. فيكم هلا انا هاي الكميه عم اعملها لكل العائله، فانتم فيكم تعملوها بدون ملح وبس تشيلوا حصه البيبي بتضيفوا لها ملح. هلأ بناخد البطاطا على الفرن لمدة 3 ساعة تقريبا على حرارة 180. بهالأثناء رح نخفق البيض، رح نحتاج 6 بيضات. ما تنسوا انه هاي الكمية لكل العيلة، فالحلو بهالوجبة انه بتكونوا امنتوا على الطبخة وبنفس الوقت عملتوا وجبة للبيبي. وبس مضى 3 ساعة على البطاطا منطلعها من الفرن ومنضيف عليها خليط البيض اللي خفقناه، وبعدها منرجعهم على الفرن مدة 10 دقايق بس، وكتير سريعة وبتستوى بسرعة. وكمان الأطفال اللي بعمر ميلا عمر السنتين والثلاثة بيحبوها كتير، لأنه هيك بتطلع قطع مثل البيتزا شكلها. إذا الطفل عمره 6 شهور بتطعموا إياها هيك على شكل أصابع. ليش؟ لأنه البيبي اللي عمره 6 شهور ما بيعرف يمسك بأصابعه، هدول بيمسك هيك، بيعرف يمسك هيك. عمر 9 شهور بتقطعوا له إياها على شكل مكعبات، لأنه بيصير بعمر 9 شهور البيبي بيقدر يعمل هيك. هون قطعت لها إياهم لبيرلا مثل مكعبات، ولميلا تركت لها إياها هيك قطعة مثل البيتزا. صحة طيبة؟ ولي ولي شكله في جوع، ها شكله في جوع. صحتين بربور، صحتين. طيبة ميلا؟ اي اي فيها اي صح. اي اي حبيتيها؟ كتير طيبة ولا شوي؟ كله كله بدك تاكلي؟ يلا كله كله نخلصه. ماشي هي ما فيها كيب. هاي بطاطا ميلا. لا هاي كيب. هاي بطاطا. هاي كيب. تعال شوف بيرلا خلصت. زحم هنا. طعميني. اي. طعميني. اه هتيا. طعميني بيرلا. عملت مقلب فيني. مقلبتيني عم تمقلبيني انتي. هم؟ والله عم تضحك علي انه مسكتهم كلهم بايدها ما عطتني شيء. الوصفة اللي بعدها اللي اخترت لكم اياها كتير وصفة مميزة، هلا رح تعرفوا ليش. اول شيء اخترت وصفة يكون فيها الشوندر، لانه الشوندر عالي بالفيتامين سي، فيه كتير فيتامين سي بتفيد بمناعة البيبي، وكمان غني بالحديد منشان فقر الدم، وكمان كتير فيه فايبر والياف منشان الهضم عند البيبي وبيمنع الامساك. فالشوندر لحاله فيكم تبلشوا فيه من عمر 7 شهور. اول شيء حاولوا كمان تعملوا اختبار حساسية، تبلشوا فيه لحاله بعدها تدمجوه بغير وصفات. المهم ليش مميزة هي الوصفة؟ هلا اول شيء هي اسمها البانكيك الاحمر، بس مميزة لانه مثل ما حكيت لكم فيها كتير فوائد، وتانيا اللون تبعها ومغري للاطفال بشكل. هلا يعني على كلن حتشوفوا ردة فعل ميلا وبيرلا عليها، بس يعني لونها كتير بيطلع حلو وكتير هيك انه بينفع للاطفال البيبيات، وللكبار كتير بيطلع شكلهم حلو. طيبة؟ طيبة ميلا حبيتيها؟ شوفي بلعب في فلندر. اوه فراشة. انا كمان جبتها بلع. بدها تكون نفس الصحن، بس قال هي صحنة إلسا هي صحنة بينك. قلت لا قلت لي هي اوتو كريس، بس ما رحمت هي هيك ربطة. ليش هذا الفلان زهري؟ لون البانكيك اليوم لونه زهري. إيش استرتيه بانكيك؟ أنا عملت لك إياها. كيك. كيك.
عم تقول هذا اسمه كيك. شي بيرلا بتاكل لقمة من هاي لقمة من هاي. ما بتركز على واحدة. ماما شو كان هاي في سخنة؟ ورجيني. ما هي سخنة دافية. ليه هون في سخنة هون؟ ليه هاي السخنة؟ بعد اللي اخترت نحضرها مع بعض من هذا الكتاب، مو كل الوصفات اليوم على فكرة من هذا الكتاب، في شيء أنا بحثت عنه وفي شيء من هذا الكتاب. اخترت لحتى نحضر وصفة التشيكن روزوتو، إنهم بالكتاب بيقولوا بتنفع من عمر الست شهور، المهم أنا ما رح أعملها 100% بنفس المكونات، رح خفف مكونات أكثر منشان تكون بسيطة لكل البيبيات. كمان الوصفة بتقول انه نستخدم فلافلة وذرة، بس انا حابة اعملها تناسب كل الاطفال، فكل ما كانت المكونات اقل بيكون انه بيتقبل معدة البيبي اكتر. استخدم لحتى بهر الدجاج الزعتر الأخضر. البهارات اللي بيجي نوعها هيك مثل إنه ورقيات مجففة، هاي كمان فيكن تستخدموها مثل الزعتر الأخضر، الريحان، وهيك فيكن تحطوا شوي منها. وحطيت نقطة صغيرة بهار. هلأ للبيبي يفضل ما تحطوا كل هالكمية من الزبدة، بس يعني أنا شفتوا ما عندي بيبيات صغار كتير، بس إنه هي الوصفة بتناسب البيبي لأنه الكوسة من الخضار المحببة للبيبيات، من يعني فيكن تبلشوا له بالكوسة من عمر الأربع شهور، والدجاج من عمر الست شهور، والرز كمان كتير خفيف على معدة البيبي، منشان هيك حبيت هدول الثلاث مكونات مع بعض. اوكي وهلأ خلصت. على فكرة دقتها ما بتتخيلوا قد ايه طيبة. انا خشنت القطع شوي لانه بناتي بيقدروا ياكلوهم، بس للبيبي حاولوا تنعموهم اكتر، وفيكن بعدين تحفظوهم بهي الحافظات البلور وتحطوهم بالبراد، فيهم يضاينوا بهي العلبة الزجاج بالبراد لمدة 3 ايام. للامهات اللي ما بلشوا لسه للبيبي بالاكل الخشن، رح ورجيكم كيف فيكن تقدموا الاكل للبيبي اللي بياكل لسه البيوري، يعني الاكل المهروس. عندكم هدول القطعتين اسهل شيء لتحضير اكل البيبي، انا كنت كتير استخدمها وقت بيرلا بس ما كان عندي هاي، كنت جيب بريق عادي. تحطوا هون اي وجبة عملتوها وهيك بتهرسوها كتير بسرعة وبكون صار عندكم وجبة. بنظري احسن بكتير من هاي المحضرات الطعام المنتشرة اللي بتكون خاصة للبيبي اللي بتبخر بعدها بتهرس، هاي يعني حسيتها ما كتير عملية لانه تاخد محل، وبالنهاية بعد كم شهر البيبي حيبلش ياكل خشن فما لا داعي، واذا كانت ستيل كمان بيكون احسن. فهلأ رح ورجيكم رح اهرس اكلة فيها منشان الامهات اللي بطعموا اطفالهم اكل مهروس، حابة ورجيكم كيف. شوفوا حطيت لها تقريبا معلقتين مي، واذا عندكم مية سلق الدجاج كمان بصير. هيك حبيت اعمل لكم الخيارين. بالنسبة للامهات اللي ما بفضلوا يعطوا اطفالهم اكل خشن، فيكن تهرسوها بالطريقة اللي ورجيتكم اياها، وهي بالطريقة اللي انا كنت اعطيها لبناتي، بس انه لازم تنعموها اكتر لانه انا بناتي اكبر ما انا عم تاكل هالقد. كمان فيكن تحفظوها بهي العلب الزجاج، وهيك شوفوا صار عنا وجبتين، وكمان في هي الوجبة الثالثة، يعني طلعت 3 وجبات تقريبا. هي حطعميها لبير لليوم، وهدول هلأ رح اخدهم على البراد. كمان نسيت احكي لكم شغلة، مشان البيبي ما يضل ياكل نفس الاكلة لمدة اسبوع فيكن تفرزوهم بالفريزر. بعرف كتير ناس بتعترض على هذا الموضوع، موضوع التفريز، بس هو ابدا ما انه غلط، هو خيار صحي. كمان هون بهولندا بيشجعوا عليه للبيبيات اللي مبلشين هلأ اكل. انا استخدمته بصراحة بس من عمر الاربعة للست شهور، لانه بهذا العمر البيبي بس بياكل معلقة واحدة من الأكل، فحرام نعمل كل هالطنجرة وبالأخير هو بس حيدوق، فلذلك بنلجأ للتفريز لحتى ما نكب هاي كمية الأكل. ومو معقول كل يوم أقعد شغل الطنجرة والميكسر منشان مثلا كمية معلقة أو معلقتين، هذا الشيء مو منطقي. فمنشان هيك بينصحوا بالتفريز وهو خيار صحي
يعني في كتير ناس ما بتفضله، بس هذا الشيء بيرجع لكم، بس مو معناته انه هو خيار غلط، هو ابدا ما انه غلط. كمان ما تنسوا انه احنا ما عم نفرز الاكل لنتركه 6 شهور بالفريزر، هو حيضل فتره قصيره منشان كل فتره ننوع له ونطالع له وجبه جديده. في ناس بتقول طيب احنا الكبار ما بنقبل الاكل المفرز، لا بالعكس، نحن الكبار بالذات كتير من شغلات اللي مندخلها بطبخاتنا بتكون مفرزه، اللحم، الدجاج، في انواع خضار موسميه مثلا كفرزها بالصيف منشان بالشتاء نطلعها، هي كلها كانت الفريزة عنا دوما مليانة يعني. فبالعكس التفريز هو بس بيحفظ الأكل، هو ما بيغير طعمه، يعني ما انه بيصير طعمه بشع. طبعا حسب طريقه التفريز، في ناس بجوز ما بتعرف تفرز الاكل فبيطعم وبياخذ طعمات من الفريزر وبتتغير نكهته، فلازم ننتبه نفرزه بكيس محكم ما يدخل له هواء ابدا ابدا، او بعلب مغطايه ومحكمه بحيث كمان ما يدخلها هواء او اي نكهه تانية. صحة، خلي لي العب ياكل لحاله. صحة يا ماي. هالفترة بير لا بس بدها تاكل بايدها، صايرة ما عم بتخليني، فعم بحاول ساعدها عشان ما نلوص الدنيا بس ما عم تقبل. ميلا طيبة؟ حبيتيها؟ كنت خلي بابا مغسل اللي بدي. انت كمان بدك تاكلي لحالك؟ شاطرة انت بتعرفي. وإذا كان الفيديو مفيد لكم وبتحبوني أعمل هيك فيديوهات دوما، ما تنسوا تدعموني وتعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع رفقاتكم، وتابعوني على السناب شات رح حاول شارككم هناك كمان وصفات جديدة. وهلأ بقلكم شوفكم الفيديو الجاي، باي باي.